الأنظار والإعلام تتجه إلى شخصية سياسية أو قيادية بارزة، كان قد انتشر خبر اغتيال وفاته حول العالم بالإعلام لفترة طويلة، ولكن سنرى هذه الشخصية بتظهر إلى العلن وعلى الإعلام، مما سيثير وبشكل صدمة عارمة للجميع. وأنا أرى أن هذه الشخصية القيادية ما زالت على قيد الحياة، وأنا مسؤولة عن كلامي، مما سيفضح الجهة التي قامت وتبنت عملية الاغتيال وتسبب صدمة كبيرة لشعبه وللوطن العربي، وأنا بقول أنه بعده عايش. يعني في صدام حسين، معمر القذافي، بن لادن، بعرف بتخلصي، بس حدا ما بعرف، ما حاول. لو افترضنا أنه صدام حسين حي، أنه ما أعدم، قد يكون ولربما قد يكون هو السفيان، لربما. يعني معظم الإشارات تدل من ناحية مواصفات وصفات ونسب وكل أمور تدل على أنه صدام حسين يعود في نسبه إلى أبو سفيان، وتدل أيضا أنه حسب الظروف اللي موجودة قد يكون هو سفيان كشخصية. ولكن بيبقى في عنا إخواني مجموعة من النواقص لازم نشير لها. أول إشي، يعني إحنا تكلمنا في درس سابق على إحدى الرؤى وقلنا نحسبها صادقة ولا نزكي صاحبها على الله سبحانه وتعالى. في هذه الرؤية اللي نحسبها صادقة وكان في عليها شاهد يدل على صدقها، إن الرؤية كانت أن صدام حسين فعلا الذي أعدم على الملأ لم يكن هو صدام حسين الحقيقي، وإنما كان شبيه إله. ولكن في نفس الرؤية يعني بيّن أنه صدام حسين الحقيقي تم إعدامه من وراء الكواليس وخلف الكواليس، وأنه أحد وزراء بني إسرائيل شهد هذا الإعدام أو هذه التصفية من خلف الكواليس. هذه رؤية، شو مالها؟ رؤية. وإحنا كما قلنا يعني الرؤى لا يترتب عليها أحكام شرعية ولكن تبقى رؤية. وكما قلنا يا إخواني يعني هذه الرؤية التي نكلم فيها دائما بيكون فيها شاهد على صدقها وعلى صحتها. فهذه الرؤية يعني تتناقض مع أنه صدام حسين حي فعليا، ولكن خلينا نقول كالآتي، أنه صدام حسين لم يكن له بديل واحد، شو كان في له؟ مجموعة من البدلاء. لربما اللي راح يطل علينا على أنه صدام حسين في المستقبل شو يكون بديل من الأشخاص اللي بيشابهوا صدام حسين فعليا. يعني ممكن هذا الاشي كمان يكون وارد، واحنا يعني نترقب وننتظر الايام القادمة، وكما يعني تم اخبارنا انه هذا الشيء قريب، نتكلم عن شهر او يمكن اقل من شهر لظهور هذه الشخصية. فهذه اخواني نقطة لابن ننبه عليها، انه لا نعتقد انه صدام حسين حي، ولكن ان كان حي لربما كان هو السفيان. هون إخواني كمان إشارة، في إحدى الرؤى يعني أحد الأشخاص رأى شخصية السفياني، وهي الرؤية كمان في عليها شاهد إخواني، أنا بحدثكم بس في الرؤى اللي عليها شواهد. رأى السفياني وكان في صفة في وجهه، إنه في وجهه شامه على شكل نحلة، على شكل نحلة. إذا احنا طلعنا إخواني كمان إن هاي الرؤية اللي هنتكلم عنها يعني كمان تقارب أن صدام حسين قد يكون هو السفيان. ليش؟ لأنه إحنا نتكلم عن صدام حسين ونعلم أن صدام حسين كان في شامة في وجهه بهذا الشكل، فهذه تقوي هذا الاحتمال. فإن ظهر علينا في المستقبل شخص صدام حسين وقال أنه هو سفياني، أو أنه بدأت حروبه في الانتقام للشغلات اللي صارت معه، بدأت حروبه في سوريا وانتقلت ورجعت للعراق وحدود تركيا، فمعنا احنا اخوان نقول انه هذه الشخصية والله اعلم راح تكون احد بدلاء صدام حسين وليست صدام حسين الحق. هذه احدى الاسئلة اخواني اللي تسأل. كمان من الاسئلة اللي تسأل انه هل اردوغان اللي هو الرئيس التركي يحتمل انه يكون هو السفياني؟ هون اخواني بننبه انه السفياني شخصيته يعني في كل الاحوال عربي، شو ماله عربي،
ونسبه فين برجع؟ برجع لقريش الله يجزيك الخير، إما لصدام حسين أو قد يدعي إنه هو لآل البيت كما قلنا في أحد الدروس، قد يدعي ويقول مثلا إنه هو يرجع إلى آل البيت، هذا ادعاء، لأنه كما قلنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يزعم أنه مني وليس من، يعني قد يكون سفياني ولكن يزعم أنه هو إيش من آل البيت. فهو في كل الأحوال عربي. أما لو اطلعنا على أردوغان، بنعرف أن أردوغان أصله كوكازي وليس بعرب، وهذا يمنع ويغلق الباب أمام أنه ممكن أن يكون أردوغان أن يكون هو شخصية السفية. فالأعور الدجال إخواني كما قلنا هي شخصية من البشر، وهذه الشخصية لها قدرة أو قدرات محددة من الله معروفة، والباقي شو بده يجي؟ دجل، والباقي كله بده يكون دجل. هلا كل الباقي شو بنسميه؟ صفة الأعور، واللي هي ايش؟ الدجال، صفة الأعور الدجال. أما القدرة الفعلية ليش؟ هي الابتلاء والفتنة. شو بنقول عنها؟ فتنة الأعور الدجال. احنا في الدعاء شو بنقول؟ اللهم أجرنا من فتنة الأعور الدجال. نسأل الله سبحانه وتعالى يجينا من هذه الفتنة. فهي فتنة، شو يعني فتنة؟ يعني مفترق طرق، بدك تشوف ما عند الأعور الدجال من قدرات من الله ومن دجال من عنده، وتقدر تميز وتعرف انه هاي القدرة لله او هاي القدرة هي دجال للبشر. فعشان هيك الإخوان ننبه، عملية الإحياء والإماتة هي أمر لمين؟ لله سبحانه وتعالى. حتى لو أنا شفت عملية إحياء أو إماتة من خلال مخلوق، شو بقول؟ بقول هي لله وليست لهذا المخلوق. إيانا أن نغتر أن الإحياء أو الإماتة يأتي من غير الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعطى الإحياء والإماتة للأعور الدجال أو قدرة محدودة في هاي العملية، حتى إنه شو يسوي؟ حتى إنه يختبرهم في إيش؟ في عملية التمييز بين الأعور الدجال وبين عيسى عليه الصلاة والسلام. نذكر إنه عيسى لما جاء شو كان في عنده؟ كان في عنده قدرة إحياء موتى. فهاي القدرة اللي كانت موجودة عند عيسى يجب أن تنتسخ وتتكرر في مين؟ في الأعور الدجال، من باب إيش؟ من باب الفتنة. يعني انت بتعتقد انك انت بتستنى عيسى. عيسى على الحقيقة كان يحيي الموتى. طيب لما نيجي ناخد احياء الموتى في القرآن الكريم واللي ارتبط مع عيسى، شو بنلاقي؟ بنلاقي دائما مرتبط باذن الله سبحانه وتعالى. يعني عملية الاحياء من الموت حتى تلك التي كانت مع عيسى شو كانت؟ بإذن الله وليست من عيسى نفسه. فبغض النظر، حتى لو أنا نظرت واعتقدت أن الأعور الدجال هو عيسى وشفته بيحيي الموتى، شو بدي أقول؟ هذه قدرة إلهية وما لازم أغتر. بغض النظر كان عيسى ولا الأعور، عملية إحياء الموتى هي فقط لله سبحانه وتعالى.